نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، عندما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت، فقال إن المؤمن إذا بشر بلقاء الله حب لقاء الله فحب الله لقاءه، هل البشرى عند الموت أو بعد الموت؟ يعني عند الموت. هذا الحديث ذكرت عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه. قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، لأنها تعرف أن لقاء الله يحصل بالموت، كما قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال لها ليس ذلك، وإنما المراد أن الإنسان إذا بشر عند الموت بالجنة أحب لقاء الله. ولهذا يظهر في بعض الموتى يظهر على وجوههم أثر السعادة والسرور، حتى إن رجلا ذكر لي عن جد له من قبل أمه حضرته الوفاة وهو في المستشفى في غرفة، يقول فما راعني إلا أن الغرفة امتلأت نورا نورا غير عادي، فخفت على نفسي، وإذا الرجل قد احتضر واستنار وجهه وجعل يتبسم. في هذه الحال يفرح الإنسان أن ينتقل إلى روح وريحان ورب غير غضب، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أما الكافر والعياذ بالله إذا احتضر بشر بعقوبة بالنار ورب غضبان فيكره الموت، ولهذا تتفرق روحه ترجع روحه تتفرق في جسده فتنزع منه بشدة وقوة. فجارنا الله ويكون يعلم يعني.